من المؤسف أن تضطرك الظروف لمفارقة دارك قسرا للنجاة بحياة أطفالك أو رغما عنك لكونك ترفض الانقلاب والبقاء تحت سلطته، لكن الأكثر أسفا أن تعيش على هامش الحياة ودون اهتمام يليق بك كإنسان. تحضر المساعدات وتتضخم الأرقام في الإعلام أكثر منها في الواقع. منطقة حيس مثلاً التي يقال عنها محررة لم يصلها الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان إلا مرتين أو ثلاث بحسب ناشطين. هناك أيضاً في مخيمات النزوح في أبين ولحج عشرات الأسر لم تصلها المساعدات منذ أشهر، بل أن بعضهم لم تصله المساعدات إلا مرتين أو ثلاث منذ نزوحه قبل أكثر من سنة، ناهيك عن معاناة الأطفال في هذه المخيمات. إذن ما طبيعة المعاناة التي يعيشها النازحون، وما حقيقة ما وصلهم أو يصلهم من المساعدات، وما حكاية المنظمات التي تأتي لتسجل بياناتهم أكثر من مرة ثم لا يجدون منها شيئا، وما الذي ينبغي فعله للتخفيف من معاناتهم؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها مع ضيوف الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية. من عدن سيكون معنا أنيس شداد اليوسفي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة أبين، وسيكون معنا عبر الهاتف من عدن الأستاذ جمال بالفقيه منسق عام الإغاثة في اليمن، ومن عدن أيضا سيكون معنا نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الجمهورية، كما سيكون معنا من لحج مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في لحج عمر الصماتي. إذن مشاهدينا قبل البدء بالنقاش مع ضيوفنا سنذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع الذي يعني يتحدث فيه الناس عن معاناة النازحين. سنتابع هذا الاستطلاع من العاصمة المؤقتة عدن. بالنسبة للنازحين يعانوا فوق معاناتهم، هم الآن عايشين في مخيمات ولا توجد في المخيمات أي حاجة مساعدة للتخفيف من حرارة الهواء الجو والرطوبة خاصة في مناطق ساحلية، يعني ما فيش معهم برادات مياه، هم الآن بأمس الحاجة مثلا للتلوج للمياه معاك. الآن بالنسبة أغلب المناطق اللي عايشين فيها النازحين لا يوجد مياه، يعني شحة في المياه، مثلا في نازحين في الشعب، نازحين في مخيم فغم، هذه مناطق تعاني من قبل الحرب في المياه وعدم توفرها باستمرارية، عدم وجود خزانات للنازحين، معك السلة الغذائية غير كافية. بالنسبة للنازحين عدد أفراد الأسرة، متوسط عدد أفراد الأسرة بحدود 7 أشخاص، يعني بسلة غذائية حاجات بسيطة كم بتكفي هذه الأسرة؟ الآن مع درجة الحرارة الآن أطفال إسهال، وباء الآن ظهر يجيبك حمى ووجع في الجانب الدماغي هذه، والأطفال هنا ما عندنا طاقم صحي اللي دي للنازحين هذينا والمنطقة نفسها، تمام لك؟ يعني ما فيش هذا الشيء، اقل حاجه يعني بالاسبوع 3 مرات كان الموال ياجوا والان قطعوا. عندنا برضه العياده هنا برضه داخل المنطقه ما فيش فيها هذه الادويه، كم ياجي دكاتره بس ما فيش، ياجي النازح ينزل لهنا يعطوا له يا اما حبه دريب او ابره. فهم لك؟ الان زاد درجه الحراره، زادت الان الامراض هذه. الوباء القمامه الان متكدسه. فهم لك؟ يعني اشياء كثيره يعني ناقصه على النازحين والمنطقه نفسها. الله يحتاجون النازحين إلى عدن إلى سلال غذائية لأنها غير كافية اللي توصل لهم بعد شهرين بعد 3 شهور سلة غذائية، ومحتاجين برضو إلى ثلج، محتاجين إلى ترامس للماء البارد، محتاجين برضو حتى لو إذا كان في منظمات أو دول مانحة تقدم لهم مراوح شحن، لأن درجة الحرارة مرتفعة في مناطق عدن، وبرضو محتاجين إلى إيواءات، في بعض منهم تكسرت عليهم الخيام في وبعض تكسرت عليهم نتيجة الأرياح اللي حصلت فيها في الأسبوعين الماضية، ومحتاجين برضو إلى يعني في بعض منهم حصلوا خيام، في بعض منهم عادهم غير حصلوا، وفي ناس ساكنين في بيوت غير مؤهلة للسكن. النازحين يعتبروا مشكلة، ومشكلة كبيرة الآن أصبحت تعاني منها كل المناطق، بحيث أنه نحن بحاجة إلى استيعابهم خدماتيا، استيعابهم غذائيا، في ظل غياب اغلب الامكانيات الموجوده الان في اطار المديريه. قد تكون هناك بعض الجهود، ولكن الذي نطالب به ان تكون جهود جباره
تضاعف الجهود أيضا. إذا مشاهدينا هذا كان استطلاع حول أوضاع النازحين من العاصمة المؤقتة عدن، وأذهب إلى ضيفي الآن عبر الأقمار الاصطناعية أنيس اليوسفي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة أبين. سيد أنيس أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك. أهلا بك سيد أنيس، يعني دعنا نبدأ بالتركيز على محافظة أبين على وجه الخصوص، هذه المحافظة التي كما تتحدث الإحصائيات الكثيرة بأنها يعني تستقبل عدد كبير من النازحين من محافظات عدة، وأيضا الذين أيضا نزحوا من داخل المحافظة. يعني لو تضعنا بصورة كاملة عن حجم تواجد النازحين في هذه المحافظة. شكرا لك أخي العزيز. طبعا في البداية أشكر. نعم تفضل. أشكر يعني طبعا قناة بلقيس على احتواء هذا الملف المهم في موضوع النازحين في محافظة أبين. طبعا محافظة أبين هي محافظة منكوبة بسبب الحرب التي دمرتها في 2009 و2011 للقاعدة و2015، وتم تدمير بنيتها التحتية بكاملها، ولكنها لا زالت تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من مناطق الصراع، وهي قامت بأعداد ومسح كثير جدا بحيث يتواجد عدد النازحين في عدد 56 منطقة في عدد مديريات محافظة أبين، منها خنفر وزنجبار ولودر ومودية وأحور. طبعا هذه الأعداد قمنا بحصر لها حيث بلغ عدد النازحون في هذه المحافظات حوالي 4317 نازح يتوزعون على عدد ومناطق وقرى محافظة أبين. نعم. طبعا عزيزي أنا لن يخفيك شيئا أن المنظمات برغم تدخلها ولكنها لم تصل إلى الحد الأعلى لتغطية تلك الأسر النازحة والمتضررة بالجانب الصراع. طبعا هناك منظمات لم تكون على قدر كبير من المسؤولية بعدم التنسيق وعدم وصولها إلى كل القرى والمناطق التي يعاني منها النازحون في مديرية أحور ولودر ومودية والمحفد، بل اقتصرت عملها على مديرية خنفر وزنجبار، وهذا مما أدى إلى تهالك بعض الأسر التي تسكن المخيمات والعشش نتيجة الشمس الحارة التي تطلع عليهم كل يوم في هذا الصيف. طيب سيد أنيس، سيد أنيس بالنسبة للمناطق التي ذكرتها بأنها يعني تصلها المنظمات الإنسانية، ربما الصورة التي تصل دائما للإعلام مع تواجد الكثير من المنظمات والكثير من المبادرات ووصولها لمناطق كثيرة، إلا أن الناس ما زالوا يشكون من وضع معيشي مزري للغاية. ما حجم ما يصل للناس من هذه المنظمات في المناطق التي تم الوصول إليها في أبين، وما هي المناطق التي لم تصل إليها المنظمات والجهات المانحة حتى الآن؟ طبعا أخي العزيز المناطق التي تصل إليها المنظمات الدولية طبعا هي خنفر وزنجبار، وذلك لوجود يعني قرب من تلك المنظمات ومواقعها وأماكنها. طبعا مديريات كثيرة لم تصلها تلك الأغاثات ولا المساعدات بالشكل المناسب وبالشكل الذي يغطي، بينما تلك المناطق التي تصلها كخنفر وزنجبار طبعا لم يكون بالشكل المطلوب. هناك يعني عدد من الأسر النازحة عائشة في المخيمات تحشد العشش، محتاجة هذه الأسر إلى وضع صحي، محتاجة إلى وضع يعني إلى تعليم، إلى صحة، إلى مأوى، إلى غذاء، إلى كل ما يحتاج هذا النازح. لكن بعدم التنسيق وعدم الشعور بالمسؤولية لم تصل تلك الأغاثات بالشكل المطلوب، رغم كل التحديات التي واجهتها المحافظة بقيادتها الحكيمة برئاسة العميد أبو بكر حسين محافظ المحافظة الذي يسعى ليل ونهار لخدمة تلك المحافظة، إلا أن المنظمات
بجهدها العظيم لم تغطي تلك الأسر. نعم، لكن ما مستوى تغطيتكم للنازحين بالمساعدات؟ هذا السؤال، يعني ما مستوى تغطيتكم للنازحين بالمساعدات؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني عملنا جهد كبير بحيث أبدأنا بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية التي تدخلت، وهي طبعا تعمل بشكل كبير وجهد إنساني لا يقدر بثمن، ولكن هناك ينقص تلك المنظمات هي عدم التنسيق. فنحن لن توجد عندنا أعداد كبيرة حسب ما تتوقع، ف 4717 نازح ممكن أن تغطيها منظمة واحدة، وتقوم المنظمة الأخرى تغطي الجانب الآخر، ولكن هناك بعض المنظمات تتدخل على جزء بسيط من النازحين ويبغوا أجزاء كثيرة وأطفال وأسر يعني لم تصلها تلك المساعدات، مما يسبب ارتباك طبعا حتى في عملنا ونحن كوحدة تنفيذية في إدارة المحافظة. نعم، أتساءل هنا سيد أنيس في مسألة ما يقدم للنازحين في المناطق التي يتم الوصول إليها. الكثير من المستفيدين يتحدثون بأن ما يصلهم أحيانا هو يعني دقيق وفقط عدس، وتكتفي المنظمات أو الجهات المانحة بهذا الصنفين، وبالتالي يعني الناس تتحدث بأنه يفتقدون إلى الغاز، يفتقدون إلى الخضروات، يفتقدون إلى حتى مادة الملح التي يجب أن تضاف إلى الدقيق. يعني هل لديك إيضاح حول هذا الأمر؟ طبعا أخي العزيز، زي ما وضحت لك أن المنظمات لم تقوم بمسؤوليتها الإنسانية أمام الله سبحانه وتعالى بصدق، يعني لأن تلك الأسر وفي تلك القرى أصبحت بعيدة عن عاصمة المحافظة بكيلومترات كبيرة جدا، لم تصل تلك المنظمات إلى هذه الأماكن. ولكن ما دام يعني يجب على كل فرد سواء في السلطة أو المنظمات الدولية أن يعمل بعمل يخارجه إمام الله ورسوله، إن هؤلاء نازحون مشردون تركوا ديارهم وفقدوا مصالحهم ورواتبهم وهم بحاجة إلى هذه المساعدات، فهذا تقصير كبير. ومن خلال هذه القناة أدعي كل المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل في تلك المناطق الريفية التي لم تصلها تلك المساعدات. نعم، إذن ابقى معنا سيد أنيس، وأرحب بضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن سيد جمال بالفقي مرشق عام الإغاثة في الجمهورية. سيد جمال، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساكم. أهلا بك سيد جمال. يعني استعرضنا استطلاع منذ قليل من العاصمة المؤقتة عدن، لعلك شاهدت هذا الاستطلاع. ملخص ما فيه بأن الناس تعاني، يعني الأسر النازحة المتواجدة في عدن ظروف صعبة، يعني يحتاجون إلى الأدوية، لا تتواجد لديهم أدوية، أطفال يمرضون، أيضا الجانب الغذائي ما زالوا يعني يوصلون شكاوى كثيرة في هذا الجانب. يعني ضعنا في صورة كاملة عن أحوال النازحين في العاصمة المؤقتة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم ونحييكم ونحيي مشاهدينا الكرام. الحقيقة وضع النازحين سواء كان في محافظة عدن أو في جميع المحافظات هم يعيشون فعلا في حالة صعبة جدا بسبب استمرارية الحرب واستمرارية النزوح. وقد وحسب الإحصائيات التي وصلتنا من الإحصائيات الأخيرة حوالي 3,600,000 نازح. الحقيقة في المنظمات الدولية وكذلك خطة استجابة 2019 كان أكثر يعني 70% من عملية الإغاثة هي خصصت أكثر إغاثة اللي هي كرامة النازحين. اللجنة العليا للإغاثة وطبعا في خطة استجابة 2019 بحضور دولة رئيس الوزراء
كان عمليه واضحه في عمليه كرامه النازحين واعطاء يعني كمخيمات يعني متكاملة في كمخيمات مأهلة للسكان هؤلاء النازحين، كذلك لتوفر الأدوية. نحن دائما باستمرار نناشد المنظمات الدولية لأن هي التي تصل إليها المبالغ المالية أن تقوم بعملها الإنساني تجاه هذه هؤلاء النازحين، كذلك فتح ممرات آمنة لوصول النازحين لمناطق خضراء. ودائما ننادي في المنسقية الأمم المتحدة أن لابد أن يكون في مناطق خضراء وأن يكون في خيامات متأهلة ويكون الدواء ويكون في عيادات متنقلة. طبعا في الفترة الأخيرة خاصة بعد هطول الأمرار وجرفة السيول كثير من الخيام تفاعلت، كذلك يعني التحالف العربي المملكة العربية السعودية وفرت الخيام ووفرت المأواة وحاولت تعيد استعادة من جديد الخيام بشكل يعني أفضل بشكل، لكن لا زالت هي بحاجة للاهتمام بالنازحين بشكل أكبر. كذلك توجد الآن يوجد موجود وحدة تنفيذية لحماية يعني وحدة تنفيذية للنازحين لمخيمات النازحين، وهذه تتابع عمليات إنما غالبية اللي توصل إلى هؤلاء النازحين لا يسرق مواد غذائية، لكن هم بحاجة لأكثر من كذلك، حتى في تكاتف جهود أكثر لإيصال الإغاثة وكذلك لكرامة النازحين سواء كان في محافظة عدن أو في محافظة أبين أو حتى في محافظة مأرب وفي جميع المحافظات، حتى في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي يجب قبعة أمم المتحدة توصل إليهم وتحاول أنها يعني تتوصل لهم الغذاء والماء. نعم، إذا سيد جمال يعني قبل أن نتحدث عن المناطق التي لم تصل إليها المساعدات وعن عملية أيضا عدم الانتظام، يعني هناك الكثير من المنظمات تتحدث بين فترة وأخرى أنها وصلت إلى مناطق محددة وغطت هذه المناطق، بينما يعني المناطق التي تصلها هذه المنظمات لا زال الناس يشكون شكاوى كثيرة، يعني إذا أعطونا الدقيق والسكر والعدس من سيعطينا الدواء، من سيعطينا الخضار، من سيعطونا الكثير من الأشياء التكميلية وليست التكميلية وإنما الأساسيات، يعني بمعنى أن الشكاوى سواء إذا وصلت المنظمات إلى منطقة أو لم تصل فهي ما زالت قائمة. هي الحقيقة عدم التنظيم العمل الإنساني والإغاثي. نحن في اللجنة العوثة كجهات تنسيقية كحكومية نحن نحشد الجهود للمنظمات الدولية لإيصال الأموال إليهم، وهم يقوموا بدورهم بحسب خطة الاستجابة وحسب خطة العمل بما ترفعه المنظمات الدولية للاحتياجات بشكل كامل سواء كان النازحين أو غير النازحين. طبعا نحن طالبنا في خطة عمل، نحن دائما باستمرار نرفع خطة عمل للمنظمين للأوتشيا خاصة بالذات في بداية أبريل 2017 لما بدأت النزوح من داخل الحديدة، رفعنا خطة استجابة كاملة لعمل مخيمات في المناطق التي هي خضراء في مناطق قريبة للنازحين توفر لهم الأدوية وتوفر لهم الخيام وتوفر لهم الإصحاح البيئي ليوصلوا إليها وتقديم الغذاء وكذلك الدواء وكذلك لوحدات صحية لتعالجهم، لكن للأسف الشديد لم تتم بالشكل المرضي. ونحن ناشد المنظمات الدولية وكذلك أي الدول الداعمة إنها تنظر إلى هؤلاء النازحين بمنظرة إنسانية أكثر. نحن في اللجنة الإغاثية نحن نحثهم ونحن نحاول قدر الاستطاعة أن أي حد ينسق مع اللجنة الإغاثية نحن نوصل إلى هؤلاء النازحين المواد الغذائية توصل إليهم، لكن في العكس نحن دائما باستمرار نطلب منهم أن يكون إلى جانب الدواء إلى جانب الإيواء هم بحاجة الأدوية وبحاجة الأشياء أخرى. فنحن بلغنا كثير من المنظمات أن عندما يكون في لجنة متخصصة والآن بدأت نقدم لهم أن يكون ينزلوا للنازحين أن يبعنهم مطابخ داخل المخيمات هؤلاء والمطابخ والمبالغ الباقية هم تسلم لهم أو تعطى لهم بشكل أساسي أن يبحثون عن أشياء أخرى سواء كان بالدواء أو المبلس أو بشوى في أشياء كثيرة هم بحاجتها غير الغذاء فقط. نعم، إذن ابقى معي سيد جمال وأعود لضيفي عبر الأقمار الإصطناعية السيد
أنيس اليوسفي. سيد أنيس، وصلتنا مناشدات من محافظة أبين من نازحي في قرية الحصن، تحدثوا أنهم لم تصلهم المساعدات منذ أكثر من 16 شهر تقريبا، ووصلتهم فقط 3 مرات. يعني ما الذي يمنع وصول المساعدات لهؤلاء الناس؟ طبعا هؤلاء في مديرية لودر، نظرت حسب ما أرفق لنا أحد المندوبين تلك الكشوفات، الحصن في أبين حوالي كما أعتقد سيد أنيس، الحصن نعم طبعا الحصن أخي العزيز، هناك حسب ما أشرت لك في السابق أنها لن توجد أي تنسيقات أبدا، وأن هناك منظمات وأن هناك أفراد وعصابات يلعبوا طبعا بحقوق النازحين. في المشكلة التي نعانيها في أبين أن تلك المنظمات تأتي بعدد قليل لن يغطي احتياجات النازحين في هذه المحافظة. طيب ما موقفكم من هذه العصابات التي تتحدث عنها سيد أنيس؟ من تلك المساعدات سيد أنيس، ما موقفكم من هذه العصابات التي تتحدث عنها؟ طبعا نحن لن نقدر نعمل شيء لكون نحن وحدة تنفيذية أنشئت قريبا وبوقت جديد جدا، ولن توجد لدينا إمكانيات للتعاون والمساعدات لتلك الأسر أو يعني للحد من هؤلاء الذي يريدوا أن يحولوا حقوق النازحين إلى مناطق أخرى. طبعا هناك لن توجد أي أشكاليات كثيرة، ولكن المنظمات للأسف الشديد الكميات التي قد توجد في المخازن عندها تعتبر محدودة جدا. نحن عندنا أكثر من 31 منطقة تضررت بعدد 2080 أسرة لم يستطيعوا تغطيتها، تم تغطية 1000 حالة. يعني إذن هناك 1000 حالة سيبغون يصايحون ويشتكوا ويعملوا اعتصامات ومظاهرات بحجة أنهم لم تصل إليهم تلك المساعدات. نعم، إذن ابقى معي سيد أنيس. أعود لضيفي من عدن السيد جمال بالفقيه، منسق عام الإغاثة في الجمهورية. يعني سيد جمال، يعني مسألة عدم الانتظام في وصول الإغاثة، إلى متى سيستمر هذا الأمر؟ يعني لازلنا نتحدث الآن عن المناطق التي يعني تصل إليها الإغاثة ولكن بغير انتظام، هناك مناطق يجب التركيز أيضا أنها لم تصلها إغاثات منذ فترة طويلة. يعني مسألة عدم الانتظام متى سيتم حلها؟ هذا هو تساؤل الناس. طبعا هي بالنسبة عند تكوين الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، طبعا هي بدأت تعمل عملية حصر النازحين الموجودين في جميع المحافظات اللي خاصة المحافظات القريبة، وشكلت لكل منطقة هي مسؤول في هذه المنطقة. ونحن في اللجنة عن الغاثة، نحن من الوهلة الأولى من إنشاء اللجنة عن الغاثة نحن عملنا لجان فرعية في كل المحافظات برئاسة المحافظ في أو من ينوبه في هذه المحافظة. نحن دائما نتعامل في المنظمات الدولية عندما تأتي إلينا، نحن نتنسق مع اللجنة العليا للإغاثة، نحن نتواصل مع الوحدة التنفيذية، نتواصل مع الجهة السلطة المحلية في المحافظة للتنسيق لوصول العمل الإنساني والإغاثي إليهم. لكن للأسف الشديد يعني هي ممكن يكون في تقصير لعدم تنظيم العمل الإنساني والإغاثي وعدم وضع النازحين بشكل أساسي. كثير من النازحين لا يكونوا متواجدين في المخيمات، أغلبيتهم موجودين أحيانا في بيوت، وأحيانا موجودين عند بعض الأسر الموجودة، وأحيانا نلاحظ أن المستضيفين للنازحين فهم أشد احتياجا من النازحين أنفسهم. هذا يحتاج ترتيب ويحتاج اهتمام سواء من اللجنة أو السلطات المحلية أو كل من له يعني يد في عملية تنظيم العمل الإنساني. طيب سيد جمال، يعني لعلك استمعت لحديث ضيفنا السيد أنيس اليوسفي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة أبين، يتحدث عندما سألنا عن مسألة عدم انتظام وصول الإغاثة للمناطق التي يعني وصلتها الإغاثة سابقا، هو أرجع أيضا من أبرز الأسباب بأنه هناك عصابات تعمل على سرقة هذه المعونات أو تحويلها إلى مناطق أخرى. يعني بمعنى هناك تلاعب كبير.
لا طبعا هي بالنسبة لنا نحن كالحكومة اللجنة العليا للغاثة المتمثلة الحكومة الوحيدة المتمثلة الحكومة اليمنية، هي طبعا لا أولا يعني لازم نكون واضحين أن لا توجد أي منظمة تشتغل في أي محافظة إلا بموافقة السلطات المحلية في المحافظة، فهي مسؤولية السلطة المحلية في المحافظة أن هي لترفع التقارير سواء كان الوحدة التنفيذية أو لجنة الإعافة، وأي خلل يحصل هو نحن نطالب منهم برفعها. عملية السرقة وعملية أخذ الإغاثات هذه نحن نتابع هذا الأمر، نحن في كثير من بعض المحافظات اللي هي ضبطت كثير من الإغاثات بتاع في الأسواق ورفعت تقارير إليها، ونحن يعني وصلناهم للنيابة ونحاسبهم. السكوت عن أي غلط هو حد ذاته هو الغلط. نحن في اللجنة العليا للإغاثة نحن أبوابنا مفتوحة، وأي شكاوى توصل من أي شخص نحن مستعدين نحن تثبت عليها أي تلاعب نحن نحاسبه عن طريق السلطات المحلية اللي هي مسؤولة في المحافظات. وإنما تنظيم العمل الإنساني والتكاتف في العمل الإنساني الغاثي والمنظمات التي تأتي، يعني نحن عندما تأتي أي منظمة لا عندنا نحن نتواصل مع الوحدة التنفيذية، الرئيس الوحدة التنفيذية والوحدات التنفيذية اللي هي في المحافظة إن هل هذا وصلت إليها أو نحولها مكان أخرى. نحن وضعنا بشكل عام أو نحن عملنا هو تنسيقي، ولكن نحن عندما نطالب المنظمة الدولية والعاملة في اليمن سواء منظمة الأوتشا نحن نقدمهم مقترحاتنا بأن يكون هو أنا نريد تحسين حالة النازحين. تقريبا جميع المنظمات هي تقدم العمل الإنساني الغاثي تقريبا هي فقط للنازحين، عندما بقية المناطق خاصة المناطق المحررة نحن في المرحلة الثانية للسبل العيش. لكن سيد جمال هنا نقطة أخيرة، يعني أليس من العجب ألا تلتزم يعني جهات كبيرة ومركزية كالهلال الأحمر الإماراتي وأيضا مركز الملك سلمان وغيرها من المنظمات الدولية بعدم الانتظام بإيصال المساعدات؟ مثلا على سبيل المثال حيس في محافظة الحديدة، هذه المدينة ربما منذ سنة لم تصلها المساعدات سوى مرتين أو ثلاث من مركز الملك سلمان وأيضا الهلال الأحمر الإماراتي، وهما يعني طرف أساسي ومركزي في ما يدور بهذه المدينة. الهلال الأحمر الإماراتي والتحالف العربي بشكل عام يعني لولا تدخله في بشكل أساسي وأي ندى استغاثة نحن نطلقها إليهم من أي جهة فهم تسارعوا في إيصال السعادات لهذه المناطق. وصلت إلى مناطق النازحين في قعطبة، وصلوا للضالع، وصلوا للمسيمير، وصلوا لكل مكان. الإشكالية ليس عندنا في بالنسبة للعمل الإنساني الغاثي للمركز سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي أو الهلال الكويتية. المشكلة نحن نعانيها من المنظمات الدولية اللي هي بقبعة الأمم المتحدة لا تستطيع الوصول للمناطق المحاصرة في محافظة الحديدة أو في محافظة أو في الحجة. في الدريهمي لما تم محاصرتها الهلال الأحمر الإماراتي عندما تمت نداء الاستغاثة أرسلت السلة الغذائية عن طريق الإنزال الجوي. يعني لكن هل تعتقد ما قدموه في حيس هو كافي خلال سنة كاملة؟ يعني مرتين فقط خلال السنة بأكملها؟ لا هو باستمرار يتقدم لهم باستمرار في منطقة في خاصة بالذات في محافظة الحديدة في الخوخة عملوا الآن في هذه في منطقة المناطق طبعا اللي هي محررة عملوا مخابز، عملوا فيها عيادات طبية دائما توصل العمل الإنساني والإغاثي إليها، أرسلت دائما باستمرار ترسل إليهم، نحن نتابعها والتقارير باستمرار توصل إلينا. إذن وضحت الصورة سيد جمال، ويعني ما حددناه نحن في مسألة حيس هو ما وصلنا من الناس، ويعني تم متابعة الموضوع أكثر من مرة وهذا ما يردنا من الناس. أوضحت الكثير، أشكرك جزيل الشكر السيد جمال بالفقيم منسق عام الإغاثة في الجمهورية، وأرحب بضيفنا من لحج السيد عمر الصماتي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في لحج. السيد عمر مساء الخير. مساء النور، حيا وسهلا قناة بلقيس. أهلا بك سيد عمر، يعني لو تحدثنا عن وضع المخيمات في محافظة لحج. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لمخيمات النازحين في محافظة لحج، النازحين في المخيمات والنازحين خارج المخيمات، نحن عندنا في الوحدة التنفيذية بلحج
نعم. طبعا جهود نبذلها على شكل مستمر في البحث عن وجود خدمات للنازحين في لحج بالذات في المخيمات وبعد هطول الامطار الذي وقعت في الاسبوع الماضي. طبعا جهود كانت من قبل المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ومن قبل مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي في استجابه سريعه في توفير بعض المأوى والغذاء للمخيمات. طبعا حاجه النازحين هي مستمره يعني، والحاجه طبعا النازح يشعر بانه هناك احتياج يومي له لانه يعيش خارج منزله وتحت الخيام او في البيوت المستاجره. نعم. لكن سيد عمر، هل لديك احصائيه يعني كامله حول النازحين المتواجدين في المخيمات وخارجها؟ المتواجدين في مخيمات لحج، عدد المخيمات في محافظه لحج هي 6 مخيمات الان اللي هي جاهزه، واثنين مخيمات تحت الانشاء من قبل المنظمه النرويجيه. عدد النازحين في المخيمات في لحج 1750 اسره. نعم. عدد النازحين في خارج المخيمات حوالي 7500 اسره. نعم. بالنسبة للمساعدات، هل تصلهم بانتظام في هذه المخيمات؟ المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج الغذاء العالمي بشكل مستمر في المخيمات. نعم. يعني بشكل شهري يقدم سلة غذائية كاملة في المخيمات. يتبقى جزء من النازحين يعني لم يتم استهدافهم. نحن معنا لدينا استهداف في تبن اللي في مخيمات النازحين وخارج المخيمات النازحين من قبل برنامج الغذاء العالمي 3500 أسرة مستهدفة شهريا، يقدم لهم الدعم الغذائي السلة الغذائية الشهرية. هناك تدخل من الهلال الأحمر الإماراتي في الأسبوع الماضي لمخيم المشتاف ومخيم البيطرة في توفير الغذاء. هناك تدخل من مركز الملك سلمان. نعم. بتوفير خيام إيوائية عدد 100 خيمة، وكذلك المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين استكملت بعض الأعمال في المخيمات بإنشاء مخيمات جديدة وغطت معنا في توفير المأوى الذين تضرروا من الأمطار. جهود كبيرة يبذلها الأخ نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية، وكذلك الأخ جمال بن الفقيه، نحن منسقين معه على تواصل مستمر فيما يخص أي دعم يصل عبر المنظمات الدولية. نحن بصراحة في لحق نقدر نقول أن هناك جهود كبيرة وفي تحسين مستوى النازحين على شكل غذاء وعلى شكل حماية اجتماعية والكاش الذي يقدم للنازحين للإيجارات الذين مستأجرين في البيوت، وكذلك الحالات المرضية الصعبة التي قدمها منظمة المجلس النرويجي وأنترسوت على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نعم. إذا ابقى معي سيد عمر وأذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد أنيس. يعني سيد أنيس، هل لديكم فعلا خطة لوصول المساعدات بمختلف أنواعها إلى المستفيدين والمحتاجين لها؟ نعم أخي العزيز. نعم. هناك توجد خطة لوصول المساعدات إلى تلك الأسر النازحة، وهي من خلال التنسيق المستمر مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية. نحن قبل أن نبدأ بهذا العمل يجب أن نرفع قاعدة بيانات صحيحة وسليمة إلى تلك الجهات، وعلى تلك الجهات تلبية هذا الدعوة والنداء العاجل وتوفير الكمية المطلوبة حسب العدد المتكامل. نعم. وبإذن الله سنشكل فريق لمرافقة تلك المواد في المخازن وفي الصرف وفي الأماكن حتى. نعم. تصل تلك المساعدات إلى مستحقيها. طبعا هذا التنسيق بيكون عبر السيادة المحافظ اللي هو أبو بكر حسين، محافظ محافظة أبين. نعم. ومدراء عام مديريات المحافظة. طبعا الخطة ليست صعبة جدا، ولا من السهل ان الشخص ان يريد ان يعمل او يوصل هذه المستحقات الى اهلها. هناك لا. لكن قد يقول احدهم لماذا لم تنفذ هذه الخطه او يتم العمل عليها من قبل؟ طبعا اخي العزيز، نحن كوحده تنفيذيه انشئنا بوقت صعب جدا، وهناك لن توجد لدينا امكانيات ولا يعني حتى الكوادر المؤهلة لم توجد بسهولة. هناك لازم أن تكون اختيار الكفاءات كمنسقين ومشرفين، فتلك المنظمات لم تتعامل مباشرة معنا، فلديها فرق كثيرة تتعامل معها، وأصبحنا نحن كوحدة تنفيذية في أطار الإنشاء
ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى سنتابع هذا الملف باهتمام، وسنوجد قاعدة بيانات صحيحة وسليمة، وسنوجد الكادر الذي يوصل تلك المستحقات. ولكن هذا يريد تكاتف من الجميع، من السلطات المحلية والمنظمات الدولية، حتى تصل تلك الكميات إلى مستحقها. نعم، إذن ابقى معي سيد أنيس، وأعود لضيفي من لحج السيد عمر الصامتي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هناك. سيد عمر، يعني كما تحدثت منذ قليل بأن هناك يعني شبه انتظام لمسألة وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين، ليس شبه انتظام وإنما كما أسلفت بأن العملية هي منتظمة، بينما يعني تصلنا الشكاوى من الناس في محافظة لحج تحديدا بعكس ذلك، يعني كيف توضح هذا الأمر؟ شوف، نحن بالنسبة في لحج أولا التنسيق معنا على مستوى عالي مع المنظمات الدولية والمحلية ويعني المؤسسات الخيرية. النازحين اللي يشتكون او قد ترسل اي شكاوى من النازحين، طبعا هم نحن ما عندناش الامكانيات في توفير تغطيه كل النازحين بشكل شهري. اللي مغطيين بشكل شهري من اجمالي 9500 اسره، حوالي 3500 اسره من الغذاء العالمي. الباقيين النازحين اللي في البيوت وفي بعض المخيمات لم يستدروا، نحن نبحث عن استهدافهم بشكل جزئي، يعني ما يجيش بانتظام داعم او المؤسسه الخيريه او التاجر او المنظمات، ما عندهاش دعم مستمر شهري للنازحين. فيشعر النازح اول ما تعطيه هذه السله الغذائيه اللي تجدها من اي جهه، من الهلال الاحمر الاماراتي او من الهلال الاحمر اليمني او من الصليب الاحمر، يعني الشهر الثاني ما بتجدش تغطي الناس، ويشعر ان النازح هناك عنده ايش مشكله، انه ليش ما تجدوليش هذا الشهر. فنحن ما عندناش التغطيه الكامله بالنسبه للغذاء شهريا، سواء ما يغطيه برنامج الغذاء العالمي فقط. نعم. إذا جميل، فقط ابقى معنا سيد، ابقى معنا سيد عمر، دعنا نذهب سويا الآن لنشاهد هذا الاستطلاع للنازحين في محافظة لحج، أعدوها الزملاء، سنشاهد هذا الاستطلاع سويا ومن ثم سأعود إليك، نشاهد سويا. أنا نازحة في مخيم الرباط أم سلمان. احنا هنا في البدايه اول ما اجينا كانوا متوفرين لحنا كل شيء، وكانوا يعطونا كل شيء، لدرجه ان احنا احيانا نكون عادنا السله الجايه الثانيه جايه. اول ما اجينا في بدايه ما اجينا كانت الحاله توصلنا من كل شيء، مساعدات من كل مكان، الحمد لله كنا في نعمه ما فيش احسن منه. فجاه قطع علينا كل شيء، نحن 6 شهور ما وصلنا اي سله غذائيه غير الغذاء العالمي اللي نستلمه. تكلمت يا ناس، انا انسانه ارمله، مالي رجال، مالي حد يشقى علي، ما حد يسمعني، لدرجه ان عيالي يشحطوا لقمه عيشهم. ولد الصغير عمره 5 سنين ارتمى في الشيخ ويدور لقمه عيشه. والى الان جلس شهر في العنايه المركزه، ما حصلت مننا غير 150 ريال، 150,000 من المنظمه انت السوسبات كده. الى الان داني ادور اشتي حق مواصلات لولدي ومساعده حق لقمه عيشه، حق اشتي لهم اشياء زايده، ما حد مدلي باي شيء. طب انا انسان ارمله، فين نروح؟ فين نودي؟ اما نضعف دي البلاد، اما الواحد تروح تشحت. خالد نايم حسين بدوي من محافظه الحديده نازح. تكلمت انا اسمعك وانت تتكلم عن لماذا قلت النازحين يبيعوا محتاجاتهم وحاجاتهم. طبعا المنظمات تصرف لك رز، تصرف لك زيت، تصرف لك حاجه تكون ناشفه، هذه كلها نواشف. طيب انا احتاج اشياء، احتاج مثل الصيد، احتاج مكملات مثل الطماط، مثل ذا، اضطر على ان انا ابيع نص من معونتي. والنص من معونتي اللي توصل عندي توصل النص ما الذي انا صرفت لي، ما توصلش كامل. انا ما اعتقدش انها توصل كامل، ما اعتقدش الا ان مثلا انا شخص مثل الشخص، انا مع عائله مثلا 12 13 نفر، يوصل لي كيس صابون بين نص كيلو او سطل صغير زي كذا. ليش؟ معقول عدوا لي 6 كراتي صابون من 12 طفل؟ ما اعتقدش. اذا كان الدوله بتقول عن مثلا او المنظمه تقول انا اعطيك الشيء ذا ويبقى تعطينا 6 صابون، لا تعطينا شيء، بروح اشتريه من الدكان، ببيع من محتياتي واشتريه من الدكان. ليش؟ لي نازح من الحديده لي 4 شهور 6 شهور، تمام؟ ما فيش حتى اي حاجه. جابوا لنا مرتين بس، تمام؟ وحق هذا الغذاء العالمي ما معناش نهائيا، ولا قالوا نرفعكم ما رفعوا بناش. سجلوا اسامينا 20 مره ولا ارتفع، ما فيش. أنا أتكفل ولا واحد يتيم الله من برا،
هبا لنا سله تبوز ارحم الراحمين تطير ارحم الراحمين وزع على الله احنا ما نحصلش فراش ما فيش اوليه ما فيش ارقد على كراتين هجوا احنا شبعنا منكم حياه. إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من محافظة لحج. وسيد عمر نعود إليك مجددا، ولعلك استمعت للنازحين في المحافظة والحال المرير الذي يعيشونه، يعني يتحدثون بأن ما يصلهم هو شيء بسيط جدا، يعني أسرة تتكون من 7 أشخاص يصلهم كيس صابون فقط 200 جرام، يعني هذا شيء لا يعقل. أيضا المواد الأساسية فقط هي من تصلهم، يعني رز أو مادة الطحين، بينما أمور تكميلية كالطماطم كالأدوية كالماء كأمور كثيرة لا تصلهم. إذا كيف نستطيع نقول بأن الإغاثة وضعها منتظم في مخيمات محافظة لحج؟ أنا شو أوضح لك يعني الحقيقة بعينها. هذه النازحين اللي تكلمت انا اعرفها شخصيا. اولا شوف في مخيم الرباط المأوى الخيام مستكمله لجميع النازحين عددهم 495 خيمه. المواد الفرشان البطانيات متواجده من قبل منظمه دي ار سي والمفوضيه. الغذاء العالمي مستهدف في مخيم الرباط 400 اسره. بالنسبه في وحده صحيه متواجده وفي يعني على مدار الساعه بدعم من اليونيسف. وإشراف مكتب الصحة متواجدة على مدى 24 ساعة ويتم إحالة الحالات اللي هي صعبة إلى مستشفى خلدون. في دعم فيما يخص موضوع أنترسوس فيما يخص الحماية اللي هي مبلغ 150,000. أنا أقول لك مش مستهدفين في مخيم الرباط 195 أسرة مش مستهدفة من الغذاء العالمي. هؤلاء الناس هم اللي تكلموا إنه ما يصلونش بعض المواد، لكن نحن نغطيهم عندما تجي حالات اضافيه من الهلال الاحمر اليمني. نعم. اخر دفعه صرفناها نحن هي في 15 رمضان لكل النازحين في مخيم الرباط. نعم. والمخيمات الاخرى من دعم من الهلال الاحمر اليمني لجاب كافه النازحين حوالي يعتبر 4225 اسره. لكن حديث البقيه سيد عمر، سيد عمر حديث البقيه يتحدثون بان ما يصلهم هو يعني ليست الكميه التي يفترض ان تكون محدده. سيد عمر اسمعني فقط، هنا حديث بقية الأشخاص يتحدثون بأن ما تصلهم من كمية هي يعني لا تكفي لعدد الأشخاص المتواجدين بالأسرة، يعني مثلا على سبيل المثال كيس صابون 7 أشخاص وهذا الصابون لا يتجاوز 200 جرام، وأيضا المواد التكميلية لا توجد، يضطرون لبيع هذه أو نصف هذه المساعدات لكي يسيرون أمورهم، يعني هنا مشكلة يعني يجب أن يتم النظر إليها ومعالجتها. نحن على مدار اليومي بالتواصل مع المنظمات. يا اخي المنظمات ما نستطيع ان نلزمهم او ما عندناش الامكانيه، نحن ما نقدرش نلزم المنظمات توفر كل الخدمات. مثلا المواد الاساسيه متواجده، الزيت، السكر، الارز، الحمايه، جزء من المحتاجات الاخرى اللي هي ادوات المطبخ، الاضاءه موجوده. لكن انا ما عندي الامكانيه ان الزم المنظمات توفر الاشياء الاخرى، يعني زي ما انا ساكن في بيتي اقدر اوفر له اسرتي، لكن هذا نازح الاشياء الاساسيه التي تعطيها العيش والكريم، الجزء من الكرامه اللي المواد الغذائيه الاساسيه، زائدا الصحه، زائدا التعليم، زائدا المياه، هذه متوفره بشكل يومي في المخيمات وعلى مدار الساعه منتظمه. نعم، اذا شكرا لك سيد عمر، داهمنا الوقت. عفوا يا اخي، داهمنا الوقت، يعني لو باختصار فقط تفضل. نعم، مهما توفر للنازح يشعر انه عندك ما قدر توفر له. نعم، لكن يعني هناك شيء يعني تحمل المنطق يجب ان يتم الالتزام لها، واعتقد انه انا وانت نتفق بها في مساله يعني ان يقدم للنازحين الامور التي تغطي كافه جوانب يعني حياتهم، يعني لا يعقل ان نعطيهم الدقيق او الطحين والارز نحرمهم من الخضروات وغيره او غيرها من الاشياء. اذا اشكرك جزيل الشكر، يعني هناك كان يفترض ان يكون وقت اكثر معك ولكن لضيق الوقت اشكرك جزيلا السيد عمر الصامتي مدير الوحده التنفيذيه لاداره مخيمات النازحين في لحج، شكرا لك. واعود لضيفي من محافظه ابين السيد انيس
سيد أنيس اليوسفي، يعني هنا سؤال أخير في مسألة مستوى الدعم الحكومي لكم أنتم في الوحدة التنفيذية. طبعا أخي العزيز، نحن لن يوجد لدينا أي دعم لا من الجهات الحكومية ولا من أي منظمات دولية ولا حتى من الميزانية المقررة لنا من رئاسة الوزراء. فأشاهد اليوم الأستاذ العزيز أو الدكتور نجيب السعدي الذي التقى برئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، والذي طرح له هذا الملف وما يعانيه طبعا الوحدة التنفيذية في الجمهورية. فهناك عمل يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ستتم صرف الميزانية حتى نستطيع أن نكمل مشوارنا وعملنا. فنحن الآن نعمل بجهود ذاتية وبأعمال خاصة، لن نستطيع أو يستطيع أحد تقديم لنا أي شيء. وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر السيد أنيس اليوسفي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة أبين. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.